انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب تعيين محقق خاص في مساله العلاقه المزعومه لحملته الانتخابيه الرئاسيه بروسيا واصفا اياها باكبر عمليه اضطهاد وقال ترامب في تغريده له على تويتر نقلتها صحيفه هيل الامريكيه هذه اكبر عمليه اضطهاد تمارس ضد سياسي في التاريخ الامريكي مضيفا مع كل الأفعال غير القانونية التي حدثت في حملة كلينتون وإدارة أوباما لم يتم تعيين أي محقق خاص وأشارت الصح... الصحيفة ذهل إلى أن تصريحات ترامب تز... تظهر مدى إحباطه من تعيين وزارة العدل الأمريكية مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI السابق روبرت مولر محققا خاصا للتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والنهارده كمان ماكين جون ماكين عضو الكونغرس الامريكي عن الحزب الجمهوري اللي كان مرشح في 2008 بالانتخابات الرئاسيه قال ان فضيحه ووتر جيت الشهيره يعني رائحتها تفوح وقد تكون فضيحه ترامب اكبر من فضيحه ووتر جيت وفضيحه ووتر جيت لمن لا يعرفها هي التي حدثت في عام 72 لما كان نيكسون في 68 تنافس مع هامفري وفاز بنسبة ضئيلة جدا مش فاكر 43% ل 42% حاجة زي كده وبعدها قام بان هو يتجسس على بعض الشخصيات اعتقد كان عددهم 64 شخصية في مبنى ووتر جيت في الحزب التابع للمنافس بتاعه وهنا اتفضحت الدنيا وبعدها تم استقاله نيكسون وتمت محاكمته فيما بعد يا ترى التاريخ سوف يعيد نفسه من عام 74 في عام 2017 او 18 ده اللي هتكشفه الايام اللي جايه مع ترامب المنحوس نرجع لدولنا العربيه واكد وزير الخارجيه السعودي عادل الجبير ان بلاده تدعم بقوه سياسات الرئيس الامريكي دونالد ترامب والذي يزور الرياض غدا في اولي جولاته الخارجيه وقال الجبير في مؤتمر صحفي ان زياره الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى السعوديه ستعزز الشراكه بين امريكا والسعوديه كما تعطي دفعه للتبادل التجاري بينهما واضاف وزير الخارجيه السعودي ان المملكه تؤيد بقوه سياسات اداره الرئيس الامريكي فيما يتعلق بالموقف من ايران والصراع الفلسطيني الاسرائيلي ومكافحه الارتهاب الارهاب على مستوى العالم وتابع الوزير السعودي ان المملكه تزيد من تعاونها مع الدول التي تواجه تنظيم داعش في سوريا والعراق عندنا فقره ايجابيه عدد من الشباب والبنات عملوا حاجه لطيفه جدا وتفرح لتجميل مدينه القناطر الخيريه عملوا مبادره اسمها من اجل القناطر تفاصيل المبادره في تقرير زميلتنا ماري مجدي تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع مره تانية مع بعض خلينا نرو... نشوف التقرير ونرجع الفقرات على طول عندنا النهارده فقرتين بس قبل ما نقول فقرتين جالي خبر غريب قوي على التليفون دلوقتي ان المانيا عفت كل اصحاب المطاعم المسلمين اللي هيقدموا وجبات افطار في شهر رمضان المقبل من الضرائب، ليه؟ حتى تخفف من الاسعار على المسلمين اللي عايشين في يا المن. خبر ابيض حته خبر يا خبر ابيض <applause> طبعا في ناس جوه في وداني غيرانين مني جدا ان <applause> جبت الخبر ده بس <applause> ايه يعني خبر جالي كده على الهوا. الفقره الاولى هتكون عن ظاهره التسول واستغلال الاطفال هتقدمها الزميله مع عثمان اللي هي الست دي الضيوف هيكون النائب هشام والي عضو مجلس النواب والمهندس رامي الجبالي مؤسس صفحة أطفال مفقودة الفقرة الثانية بعنوان الكروت البنكية تقضي على العملات الورقية ضيوفها الكاتب الكاتبة الصحفية أستاذة نجلاء ذكري رئيس تحرير جريدة العالم اليوم والأستاذ مجدي حسن مدير عام شركة ماستر كارد بمصر وشمال أفريقيا خلونا نخرج لفاصل ونتابع فقرتنا مع حضراتكم